أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال لقائه اللجنة القانونية النيابية أهمية المباشرة بإجراءات العد والفرز اليدوي، وذكر بيان لمكتب الجبوري أن الجبوري استقبل أعضاء اللجنة القانونية النيابية لبحث أبرز التطورات ملف الانتخابات والسياقات المتبعة لما بعد تعديل قانون الانتخابات، وشدد الجبوري بحسب البيان على ضرورة حماية صناديق الاقتراع بكل الطرق الممكنة بعد حادث الحريق الأخير والتي تسهم بالحفاظ على أصوات الناخبين.